الفنانه وفاء سالم، اهلا بيك. اهلا وسهلا. كلمينا النهارده عن مشاركتك في مهرجان الاهرام. انا سعيده بان انا بحضر احتفاليه مهمه جدا، خصوصا من مؤسسه عريقه زي الاهرام، انها بتكرم الفنانين وبتهتم بانها تكرم فنانين مهمين واعمال مهمه في رمضان. ايه رايك في صناعه الدراما في الوقت الحالي؟ في تطور درامي حاصل الحقيقه يستحق ان احنا نقف عنده، وفي اعمال مهمه جدا كل سنه بنلاقي في اعمال مهمه بتبهر الناس ونجوم بيتالقوا وببقى سعيده بيهم. ايه اكتر عمل عجبك السنه 2016 في الدراما؟ في أعمال كتير، يعني أفراح القبة كان من الأعمال المهمة، فوق مستوى الشبهات، جراند أوتيل، الميزان، في حقيقة أعمال كتير، يعني مش عايزة أكون نسيت حاجة، بس أنا تابعتهم كلهم، كلهم عجبوني. الفنانة وفاء سالم طبعا بتجهز للمسلسل الأب الروحي، كلمينا عن المسلسل. لما تشتغلي مع شركة سينيه زي شركة فنون مصر أكيد لازم تقدم أعمال مهمة من غير ما تقعدي تفكري كتير، في هي الشركة بتفكر إزاي شكل العمل يبقى على الشاشة، من إخراج جيد دكتور بيتر ميمي لتأليف ورق كويس جدا مكتوب بحرفية عالية كاتبه هاني سرحان، لمجموعة عمل كلهم كل واحد لوحده ينفع يبقى بطل لوحده مستقل بذاته، الفنان الجميل محمود حميدة، محافظ الألقاب طبعا سوسن بدر، أحمد فاروق فلوكس، أحمد عبد العزيز. في أعمال تانية بجانب العمل ده؟ لسه احنا بنشوف اعمال رمضان، ربنا يوفقني ان انا اختار او اترشح لحاجه كويسه. مين المخرج اللي نفسك تشتغلي معاه؟ اللي انا قلت اسامي اعمالهم طبعا، دول قدموا اعمال مهمه، المخرج هو عنوان العمل. نشكرك، ميرسي قوي. ميرسي ليكي.